تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. في هذا البرنامج نقدم لكم جميع المعلومات الطبية والصحية التي تشغل بال الجميع، وأيضا نفتح بوابة لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم، يعني كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. نذكركم أخواني أن اليوم باقي 10 أيام على انتهاء المهلة المقررة لانضمام غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي في إمارة دبي إلى منظومة الضمان الصحي. طبعا هذا قبل سريان الغرامات المقررة والمحدد يعني تفعيلها يوم الأول من يناير 2017. إذن اليوم منستضيف معانا إن شاء الله بعد الفاصل الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. لكن قبل أن ننتقل للفاصل قال استعرض معاكم بعض أهم العناوين. في عندنا خبر يقول أو دراسة تقول مرض التوحد مرتبط بنقص فيتامين دال في أثناء الحمل. وجدت دراسة أن انخفاض مستويات الفيتامين دال عند النساء الحوامل في الأسبوع 20 يجعلهن أكثر عرضة لإنجاب طفل يعاني من التوحد. فقد لاحظ باحثون أستراليون وجود صلة بين نقص الفيتامين دال خلال الفترة الأولى من الحمل ومرض التوحد، وأدى هذا إلى اكتشاف الاكتشاف إلى رفع وتيرة التوعية حول تناول مكملات فيتامين دال في أثناء الحمل على نطاق واسع. المكملات الغذائية قد تقلل من الإصابة بمرض التوحد، وهي الحالة التي تؤثر على الحياة بشكل كامل وعلى ارتباط الأفراد بالبيئة المحيطة بهم. وطبعا تقول الدراسة لأن نوصي بالتعرض للمزيد من أشعة الشمس بسبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويمكن الحصول على فيتامين دال من المكملات الغذائية والطرق الأخرى الأقل خطرا. طيب من فيتامين دال نحن نروح على الإعلام الاجتماعي، وطبعا الرسالة اليومية اللي طبعا متعودين عليها هي فقرة السوشيال ميديا أو فقرة الإعلام الاجتماعي مع الزميلة أسمى الجناح مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أسمى. ابني ورسول اخوي محمد. يا هلا، اليوم شو رسالتك؟ اول شيء نحن متولهين نبغى نعرف الرساله الصباحيه اللي انت تطلعين فيها كل يوم على السوشيال ميديا في حسابات الهيئه، وايضا اهم ما استجد من خلال حساباتنا من البارحه لليوم. اليوم الرساله الصباحيه هي عن وجبه الافطار، وتقول وجبه الافطار هي مصدر اساسي للطاقه، وهي احد الوسائل الاساسيه للتحكم في وزن الانسان. أتمنى لكم إفطارا شهيا. كانت هاي فطرتي أسمى ولا بعد؟ لا ها مهم عندي. ما بحط نصيحة ما أقول ما طبقها على نفسي. جميل، أنا والله بعدني ما تريكت، تفضلي يا أسمى. غير هذا نحن اليوم عندنا العيادة الذكية أخوي محمود اللي هي نحن نسويها كل أربعة، وهي مبادرة تم إطلاقها من هيئة الصحة لنشر الوعي الصحي عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وبنتكلم اليوم عن آلام البطن. آلام البطن. آلام البطن. نذكرهم الوقت متى أسمى بيكون؟ من الساعة 11 إلى الساعة 1. طيب شو قنوات التواصل اللي أنتوا حطيتوها فيه؟ هو بيكون نقل مباشر كفيديو على البريسكوب، لكن بيكون حتى في نقل حي كتغريدات على وسم العيادة الذكية.
على تويتر وبيكون لايف انستغرام ولايف على سناب شات. نحن بعد كنا حاطين إحصائية على التواصل الاجتماعي عن آلام البطن، فهي تقول كم عدد المرات التي تصاب بها بآلام البطن خلال العام، ف 55 من المشاركين يقولون 5 مرات أو أكثر. غير هذا أخوي محمود في وايد أشياء تشخص بطريقة غلط، لأن الإنسان مو بعرف يشرح كيف صحيح يحس بالألم. فمن القولون من غيره، مو بس الآلام الاعتيادية أو التسمم، عندك القولون، عندك وايد أشياء اللي أعراضها تكون تبدأ من آلام البطن. صحيح. يقول لك المثل شي يقول أسماء، يقول لك المعدة بيت الداء. ها يعني شو يعني المعدة بيت الداء؟ يعني الأمراض كلها هي تختص بالمعدة، اللي بتدخلينه في بطنك بيطلع فيك. هو عندك المعدة، عندك حتى الحالة النفسية تأثر، مثلا قولون تأثر بالحالة النفسية أكثر من الأكل. يقول لك حتى اللي بتاكلينه يأثر عليك في حالتك النفسية، شو رأيك؟ أهم شيء ما نتكلم عن الشوكولات اللي داعي. زين. طيب اليوم منو الطبيب اللي بيكون معانا في العيادة الذكية؟ بيكون معانا دكتور هيثم سوالمة، هو أخصائي أول وجراح عام في مستشفى راشد. طيب اللي يبغون يشاركون معانا في هذه المبادرة اللي على وسائل التواصل الاجتماعي، نذكرهم بطرق التواصل. اسمه حساباتنا هي DHA_Dubai، وهو على تويتر وإنستغرام وسناب شات وأيضا تويتر وبريسكوب. ممتاز. DHA_Dubai هذه خاصة بتويتر سناب شات بريسكوب وإنستغرام. طيب وأيضا أنتم تنقلون بعض المواضيع الخاصة على اليوتيوب، واللي هو حسابنا في اليوتيوب شو ممكن حصله؟ هو دبي هيلث أثوريتي يوتيوب يوتيوب فيسبوك ولينكدين، عنا دبي هيلث أثوريتي. دبي هيلث أثوريتي كلمة واحدة. ممتاز جدا. طيب انا عندي الدكتور حيدر ما شاء الله مسوي صوته جهوري ودش الاستوديو من برا اسمع صوتي الصديق. انا بعدين ما سكرت الباب. عموما اسمع، موضوع التامين الصحي وايد مهم بعد. أيه وايد موضوع التامين الصحي وناس تحاتي. اي صحيح. اقول لك لا تنسين انت تحطين بعد اول باول التغريدات عن التامين الصحي، توعين الناس وكذلك حتى الجرافيك. هذا اوردي نسوي. اي سوي اكثر بعد عشان دكتور حيدر تي يأشر لي يقول لي هي زين زين. عموما نسمع، انا شاكر لك هذه الرساله وهذه التغطيه، وان شاء الله يعني انا قاعد افكر اسمه ادخلت عندي الاستوديو اول باول، نفتح المجال حق التغريدات والسوشيال ميديا. طبعا ادري بك الحين يا ستدعين علي تقولي هذا على الهوا قاعد يقول هذا الكلام تقريبا. لا لا سوالف وياك ما بسوي هالشيء، بس بغيت اسوي سوالف وياك. عموما شكرا لك اسم الجناحي مسؤولة الاعلام الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي، وايضا صبحك الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور يا مطلع. ما شاء الله دكتور، يعني اليوم نحن فتحنا موضوع السوشيال ميديا. اسمه بعده ويانا راحت. انزين فتحنا موضوع السوشيال ميديا، واليوم نفتح المجال كذلك لجميع المتصلين اللي حاب يتواصل معنا على 600551414 او عن طريق الرسائل النصية على 4006. اللي عنده أي سؤال يتواصل معنا. هذا الدكتور حيدر موجود معنا في الاستوديو الحمد لله، وصل بالسلامة. وما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نرجع لكم أعزائي المستمعين وما نتكلم عن كل المواضيع الخاصة بالسوشيال ميديا، بالسوشيال ميديا بالتأمين الصحي. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. موضوعنا اليوم التأمين الصحي، واليوم ما منركز وايد على موضوع الغرامات والمهلة، لا نبغي نركز على مسائل شوية تفيدكم أكثر في موضوع الاستفادة، كيفية الاستفادة القصوى من التأمين الصحي، كيف نختار التأمين الصحي المناسب لي، كيف ممكن أتوجه إلى الشركات وأتواصل معاهم، وين هذه الشركات موجودة. فكل هذه المواضيع ما نطرحها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور يا مرحبا دكتور. عادة أنت جيت ونحن أعلننا، فمن البداية ما نأخذ المكالمات. معانا أول مكالمة، ريهام تفضلي. ريهام السلام عليكم. يا هلا. لو سمحت أنا دلوقتي أولادي على كفلتي أنا. نعم.
طيب وهم ما عندهم تأمين صحي. أنا لسه بس أنا الشركة بس لسه عاملة لي أنا تأمين صحي. نعم. أنا كمان عامل لهم تأمين صحي يعني، وفين بس بروح وفين؟ أنا لسه سمع الكلام ده دلوقتي حالا وأنا سايقة. طيب. لسه مش عارفة أي حاجة خالص. أوكي. طب وهل التأمين الصحي تبع الوزارة اللي هو اللي إحنا كنا بنعمله مع الـ مع الفيزا، هل ده بيكفي؟ تأمين إقامتك وين؟ لأن أنا لسه سمع الكلام ده حالا بس. إقامتك وين؟ أنا إقامتي على دبي وولادي. طيب على تسمعين الإجابة إن شاء الله، تسمعين الإجابة واضح السؤال. طيب شكرا ريهام. عبد الله تفضل. السلام عليكم. يا هلا. لو سمحت بس بتصحيح الحين عندك تصريح عمل مؤقت. عرفت كيف؟ احنا في نظام في الوزارة يجيب عمال تصريح عمل مؤقت 6 شهور، هذا يكون تأمين علينا أو تأمين على الإقامة الكفيل السابق. أوكي واضح. وفي كمان في تأمين أنا عطيته أوراق من 15 يوم وكل يوم يماطل فينا اليوم وبكرة واليوم وبكرة، طبعا دخلنا في غرامات احنا لأن ما ثبتنا الإقامة. هذا الموضوع اللي انشر في أبو ظبي. دخلت في غرامات على ايش؟ عندي في شركه في ابو ظبي. اوكي اوكي اوكي, أوكي واضح. وما توفر لي 15 يوم، هل في اجراء اسوي رده ولا ما ادري؟ اوكي واضح عبد الله، شكرا لك. مشكور. منو عندنا اخر؟ ابو عبد الرحمن تفضل. ابو عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا تفضل يا سيدي. صباح الخير. بالنسبه لي انا الشركه عملت لي بس لعيالي ما عملت لحرمه عيالي، ممكن معي مجال بس شهر ولا شهرين بالمرتب اموري في، بس هذا السؤال. جزاكم الله خير. شكرا لك ابو عبد الله. ومين اخر مكالمه عشان نجاوب على عبد الرحمن؟ خلاص تفضل عبد الرحمن، خف صوت التلفاز. يا هلا يا هلا، كيف الحال؟ يا هلا تفضل عبد الرحمن. الله يقويك ويبارك فيك. هو الدكتور يوسف هو رجل المرحله هذه يعني، الله يحفظه ويجزيه خير وينفع به ان شاء الله. الغالين الله يحفظكم. انا الان عندي وظيفه حكومه وتامين بي، ارغي انا تقريبا تعطيني قيمة التأمين اللي فيه خدمات مستوى بي في عناية، بس يعني تكون المستويات الاستفادة من العلاج والتأمين مناسبة. وأنا أتمنى يعني أتمنى أنهم إذا كان هناك مجال لتزكية بعض الشركات، أنا ذهبت عدة أماكن بسيطة يعني ما وجدت حد يقول أن نأمن شركات وحد يقول التأمين عالي وكذا، يعني ما راينا الامور غير واضحه. واضح عبد الرحمن سؤالك واضح. جواكم الله. شكرا جزيلا. دكتور ما نبتدي بن عبد الرحمن. نعم تمام. ويمكن هذا الموضوع اللي قررنا نتكلم عنه اليوم اكثر، اللي هو كيفيه الاستفاده من التامين، شو الشركات، شو الباقات، شو الشخص اللي الامور اللي محتاج لها. اول شيء بالنسبه لجميع باقات التامين الصحي اللي تباع في اماره دبي، جميعها متوافقه مع القانون، ويجب ان تكون متوافقه مع القانون ومسجله لدى هيئه الصحه بدبي. وبالتالي ما في باقه تباع في اماره دبي من قبل شركات التأمين المرخصة من الهيئة طبعا إلا أن تكون متوافقة مع القانون. وشو تغطي الباقات هاي؟ تغطي زيارة الطبيب، التحويل، نركز على كلمة التحويل، يعني أول الخط الدفاع الأول بالنسبة لتلقي العلاج هو طبيب العائلة. صح. ومن ثم يتم التحويل إلى الأخصائيين أو يتم التحويل إلى المستشفيات بحسب حاجة المريض إذا احتاج لذلك. يعني في بعض الناس يقول لك يا أخي رحت المستشفى ما تعالت، لأن الباقة الأساسية هاي هي باقة تعتمد على طبيب العائلة كحجر محوري وحجر أساس بالنسبة لتلقي الخدمات الصحية. ومن ثم في حالة الحاجة للدخول إلى المستشفى أو زيارة أخصائي معين، طبيب العائلة يحول إلى التخصص المطلوب. طبعا كذلك العمليات الجراحية كلها، العمليات الضرورية مغطى، العمليات التجميلية غير مغطى ضمن الباقة الأساسية، كل الفحوصات والمختبرات مغطاة ضمن الباقة الأساسية، الأدوية والعلاج، الحمل والولادة، وطبعا الحالات الطارئة. وفي الحالات الطارئة فقط اللي هي تعتبر طارئة، يعني إذا التأخر في العلاج يؤدي إلى فقدان الحياة، فقدان أعضاء، جزء من أعضاء الجسم، فقدان وظيفة من وظائف الجسم، هاي الحالات تعتبر حالة طارئة، ممكن التوجه إلى المستشفى مباشرة أو إلى أقسام الطوارئ سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، وكذلك يغطي التأمين العلاج. نشوف مثلا حالات يقول لك يا أخي كان عندي زكام وتعبان ورحت الطوارئ وقالوا لا أنت مش مغطى. فعلا اليوم الزكام ما يعتبر حالة طارئة تستدعي الذهاب إلى قسم الطوارئ، قسم الطوارئ وضع لحالات أكثر شدة يستفيد منها الناس، فما ينفع أن يكون عليهم ضغط وأن يكون عليهم استخدام غير جميل. غير سليم. جميل. نعم. فهاي العملية التغطية المغطاة في الباقة الأساسية. أي باقة اليوم تباع في دبي حتى الباقات اللي نذكرها من 550 وطالع تغطي جميع الخدمات هاي، ما تغطي خدمات الأسنان في الحالات العادية، تغطي فقط حالات طوارئ الأسنان تحت بند الخدمات الطارئة. لما يبدأ الشخص يرقي الباقة
ممكن يرقي شبكة مقدمي الخدمات مثلاً، أنا والله أبا عيادات أكثر، أبا المستشفى الفلاني، المستشفى كذا. الباقه الأساسية تشمل الدخول إلى المستشفى في غرفة مشتركة، بس أنا مثلاً أبا غرفة خاصة، أبا علاج خارج الدولة في حالات معينة. كل الأمور هاي ترقيات ممكن أنها ترقى على الباقات. تصل أسعار الباقات في إمارة دبي إلى 50,000 درهم، من 500 درهم إلى 50,000 درهم. في ناس حابة بالضبط، في ناس حابة تشتري باقة تعتبر وايد لكجري، تعطيه كل الخدمات، خدمات فندقية، إذا تعب في شيء معين طيارة تشلة توديه بلد معين يتعالج ويرجع. كل الأمور هاي موجودة ومتوفرة، والسوق يبيعها، وإذا في مشترين راغبين فيها فهم يشترونها. جميل. فمهم احنا نعرف الامور هاي كلها، ندرس الباقه. انا بتكلم بعد بالتفصيل عن هذه المواضيع والباقات اللي موجوده دكتور، لكن خلينا بس نجاوب على السريع على ريهام. ريهام كانت تتحدث عن ما انصدمت ان تسمع ان في عنده. طبعا احنا من 2.5 سنين ياسين نردد الكلام هذا. طبعا بالنسبه لاخت ريهام، الاطفال على مسؤوليته، اذا صاحب العمل ما وفر لهم تقدر تشتري لهم الباقات الموجوده في السوق. مثل ما ذكرنا باقات افراد اسره المقيم تبدا اسعارها في السوق من حوالي 650 درهم، فهي إذا حاليا مستعيلة وتبقى باقة قبل الانتهاء المهلة ممكن تنظر إلى الشركات التسع اللي ذكرناها، لكن الحقيقة هي 50 شركة ككل توفر الباقات هاي. كذلك يمكن عن طريق بعض من وسطاء التأمين، لأن وسطاء التأمين ممكن مثلا يقارنون لها ما بين الباقات المختلفة وأسعار الباقات المختلفة، وعندها للحين فرصة، بس يعني الوقت صار قصير، فيعني نرجو من الجميع أنهم يبادرون. ويمكن على هالنقطة هاي اليوم وباشر إن شاء الله تعالى فرق العمل من شركات التأمين المختلفة راح يكونون متواجدين في مركز المنارة اللي هو تابع لبلدية دبي في شارع الشيخ زايد، وبعدين الأحد والاثنين والثلاثة الجايين بيكونون في المبنى الرئيسي لبلدية دبي، والأربعة والخميس الجايين بيكونون في الطوار، في كذلك مبنى البلدية اللي موجود في منطقة الطوار أو مركز البلدية الموجود في الطوار، وهاي لخدمة سواء الموظفين أو المراجعين اللي يحتاجون التأمين، بالإضافة طبعا إلى كل المناطق الأخرى اللي هم متواجدين فيها، كذلك مناطق إضافية بيكونوا متواجدين. جميل جدا. أبو عبد الرحمن، قبل أن أخذ عبد الله، دكتور عبد الله كان يتحدث عن تصريح عمل مؤقت لست شهور، هذا موضوع يعني أعتقد هو هني هل تعتبر إقامة ولا ما تعتبر إقامة؟ يعني إذا هو لإقامة فالشركة اللي صاحبة الإقامة هي المسؤولة. هو قال إن أنا عندي تصريح عمل مؤقت ست شهور دكتور يكون موجود عندي، فهل هو صاحب العمل هو المسؤول، منو الإمبلوير ماله، منو اللي يوظفه؟ أي. هو المسؤول عن توفير التأمين الصحي له. أما إذا كانت ما تعتبر إقامة، في بعض التصاريح العمل المؤقتة هو يدخل الدولة لمدة 3 شهور يؤدي وظيفة معينة ويطلع، في الحالة ما تعتبر إقامة مستوفية، فهذا يعني حاليا مش من ضمن الجهات اللي أو الفئات اللي مطلوب إنها يكون عندها التأمين. جميل. أبو عبد الرحمن كان يتحدث عن حرمته وعياله. نعم، نفس الطريقة أعتقد بالنسبة للأبناء، نفس إذا صاحب العمل ما وفر له فمفروض أنه يأخذ من شركات التأمين المختلفة. بالنسبة للأخ صاحب العمل مطالب بالموظف نفسه، لكن في كثير من الحالات إذا حاب أنه يقدم، أحيانا ممكن يكون هذا اشتراط من خلال عقد العمل كذلك. يعني نعم. عقد العمل بينه وبين الموظف يقول لنا أوفر لك التأمين لزوجتك وأبنائك، في الحالة هي صاحب العمل ملزم. لكن إذا مش ما ألزم نفسه من خلال عقد العمل فهو حسب القانون مش ملزم، لكن الهيئة دائما تشجع على الموضوع هذا. كذلك بالنسبة للأفراد اللي يمكن يقول لك والله يمكن الحين في ضغط على شركات التأمين، أغلب الشركات هاي عندها أونلاين من خلال المواقع الإلكترونية، وانت جالس في بيتكم تدخل على الموقع تحط البيانات كلها وتوصل إلى عملية شراء التأمين بالكريدت كارد، وحتى يصير اكتيفيشن أو تفعيل بطاقة الهوية، وبالتالي ببطاقة الهوية تستلم تبدأ تستفيد من الخدمة. يقول السلام عليكم، نحن جوازاتنا في قنصلية جزر القمر لم تجدد من 8 شهور، وكيف بنسوي التأمين الصحي؟ نعم، بالنسبة طبعا للفئة اللي هي حاليا جسر القمر، يعني في الوقت الحالي احنا ما في تجديد عليه لتوفير لحصولهم على التأمين الصحي. جميل. نحاسب على التأخير في إنجاز التأمينات على العاملين في المنازل، ولا تحاسب شركات التأمين على تأخرها في التسليم؟ لقد أنجزت معاملاتي بتاريخ 13/11 وبعد شهر راجعت فحصل الارتباك ووعدوني بأن يتصلوا قريبا فلم يحصل. ما رأيكم؟ نرجو من الأخ وأي حد عنده تأخير من أي شركة تأمين يتواصل معنا من خلال النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي اللي هو موجود في الموقع الإلكتروني للضمان الصحي www.isad.ae www.ishd.ae. الغرامة على الأفراد 500 درهم، الغرامة على شركات التأمين 20,000. فنطلب منه أنه يتواصل معنا ويبلغنا بوجود تأخير، والهيئة فريق الهيئة راح على طول يدخل في الموضوع.
جميل دكتور، يعني على طار الغرامات أبو عبد الله يسأل كيف سيتم تنفيذ آلية الغرامة على كل من يحصل بطاقة يحمل بطاقة التأمين الصحي؟ ما أدري الناس مهتمين وايد بتنفيذ آلية الغرامة، ما أعرف ليش زين هم مهتمين أصلا بموضوع توفير التأمين أصلا. نعم وإحنا هاللي نحب نركز عليه، إحنا نركز على الجانب الإيجابي من الموضوع اليوم، توفير التأمين لمجتمع كانت المهلة دكتور قبل 6 شهور ونحن مددناها 6 شهور زيادة، يعني هي الفكرة ليست يعني آلية غرامات على كثير. ودائما القانون يوضع لحماية الأفراد، لمصلحة الأفراد، لمصلحة المجتمع. الحمد لله اليوم هذا إنجاز كبير لإمارة دبي، إن احنا وصلنا إلى حوالي 90% من سكان الإمارة مغطائين بالتأمين الصحي في خلال فترة قياسية أقل من 3 سنوات تقريبا أو 3 سنوات. فيعني نركز على الجانب الإيجابي للقانون، على الحماية اللي وفرها للكثير من الأشخاص. ويمكن ما يعني مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، ما حاب اليوم أركز على موضوع الغرامات قدر يمكن النقاط المفيدة للناس اللي ممكن من ناحية الاستفادة من التأمين. عموما دكتور نحن نتواصل معك وحلقتنا ما شاء الله سريعة معك دكتور، لكن نوقف مع فاصل قصير إن شاء الله. بعد الفاصل مكالمات كلها مناخذها على طول بعد الفاصل، فابقوا معنا مستمعينا. أرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كان معنا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، ومستمر معنا إن شاء الله في حلقتنا، باقي لنا يعني تقريبا ما 20 دقيقة ما نتكلم فيها عن باقي المواضيع الخاصة بالتأمين الصحي. فدكتور قبل ندخل في هذا المجال خلنا ناخذ مكالمات الجمهور وبعدها نرجع لمواضيعنا. أوس عندنا؟ أوس تفضل يا أوس. السلام عليكم. يا هلا تفضل. يعطيكم العافية. ما عليكم دكتور، سؤال بس صغير أنا عندي. عندي أختي عمرها تقريبا 6 سنين، الله يبعد عنكم، من ذوي احتياجات خاصة، وعندها بطاقة بعد من ذوي احتياجات خاصة، وكل الخدمات يعني تتقدم عن طريق الوزارة نفسها، فهل إجباري بعد يكون عليها التأمين ولا إقامة في خلال. رأي آخر؟ إقامة دبي. أوكي شكرا يا أوس، يعطيك العافية. يا هلا طلال. السلام عليكم. يا هلا تفضل. لو سمحت دكتور، أنا مقيم في دبي ومعي زوجتي وساكنين في عجمان، أخذنا تأمين والتأمين ما بغطي عيادة في عجمان، فاضطرينا نصل نجي دبي. بعد شهرين من التأمين اكتشفت أنه المدام حامل، وبقينا مقابلة الدكتور بتكلفنا أكثر من 500 درهم، فبقت ما في فائدة للتأمين. طيب شكرا لك طلال. دكتور طلال خلنا نبتدي من طلال. نعم طبعا بالنسبه لبطاقه المعاق تواصلنا احنا مع وزاره الصحه، وفي يعني تاكيد منهم ان تغطي جميع الخدمات بالنسبه للمعاق الحاصل على بطاقه معاق، فبس بالنسبه له يسجل عنه، بس يبعث لنا بياناته عن طريق موقع الضمان الصحي حسب ان نتاكد ان تنشال من السيستم وما يكون في عليهم اي غرامه. بالنسبه للاخ اللي ساكن في عجمان، دائما نطلب من اخوانهم يشوفون شبكه مقدمي الخدمات قبل شراء التامين. يعني اليوم شركات التامين ملزمه انها توفر باقه او شبكه متكاملة في إمارة دبي، بحيث أنه وين ما أنت ساكن في دبي تكون مغطى. كثير من شركات كذلك توفر في الإمارات الأخرى، لكن مع ذلك بعد نفس الشيء نأخذ بياناته تحت الهواء وبنشوف الشركة ونتأكد أنه كذلك يكون له تغطية في إمارة عجمان. إلا أنه دائما نذكر الأشخاص أنهم يشوفون الشبكة ويتأكدون أنها تناسبهم، قريب أماكن سكنهم، العيادات اللي هم حابينها موجودة في الشبكة، بحيث أنه عارف يشتري شو ويدفع حق شو. دكتور للأسف شركات التأمين مش متعاونة أبدا وعم بيزلونا. أوكي هذه إيش اسمه؟ لا يعني أعيد، لو في أي شكوى معينة رجاء إدخال الشكوى في النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي، ونظام بسيط. نعم جدا بسيط، يأخذ التكت ويحط الشكوى، يحط اسم الشركة وبياناته، وعلى طول يتم. يعني إحنا وايد دايناميك، وايد سريعين في التعامل. دكتور أنا لا أعرف أن التأمين عن طريق الإنترنت الواحد يخلص أونلاين، يعني الأمور اليوم بسيطة جدا، وحتى يحصل أكتيفيشن على الهوية، فحتى مش محتاج إنه ينتظر البطاقة أو يستلم
البطاقة. فطبعا بالتأكيد في ضغط كبير هاليومين على شركات التأمين. صحيح. هذا شيء احنا عارفينه، وهذا الشيء اللي حاولنا قدر الخياط ليت العيدة بالضبط بالضبط قبل كندورة باتر وباتر عيدة. نعم. وحاولنا وايد احنا على مدى خصوصا للست شهور الأخيرة انه نذكر بأهمية انه ما ننتظر الى آخر لحظة. مع ذلك لو في شكوى معينة على شركة معينة في حادثة معينة، رجاء التواصل مع الهيئة وعلى طول فريق الهيئة يدخل فيها. والتواصل مع الهيئة أكيد بيساهم في تطوير العمل، فالواحد ما يتردد في هذا المجال. ناخذ عريض دكتور. التواصل مع الهيئة احنا دائما نطلب من جميع المستفيدين من الضمان الصحي، حتى مثلا لا سمح الله في حالة حس انه في تحايل من عيادة معينة. صح. من طبيب معين. صح. مشكلة مع شركة تأمين، مهم جدا هذا بالنسبة لنا في تطوير العملية وزيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة. صحيح. في إمارة دبي. واحد من أهداف قانون الضمان الصحي في إمارة دبي أن إمارة دبي تكون أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم. وحكومة دبي اختارت نظام التأمين الصحي كنظام للتمويل الخدمات الصحية في الإمارة. من تدى يوم يسألون ليش مدير إدارة التمويل الصحي؟ التمويل هو آلية أو التأمين هو آلية تمويل الخدمات الصحية في إمارة دبي من خلال القانون. جميل. ناخذ علي دكتور. علي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يطولك. أنا من جزر القمر. تفضل. عمل الحمد لله، وعندي 5 أولاد عندهم تأمين والباقي ما عندهم. نعم. فشو الحين أمنهم؟ لازم إجباري الحين على الشهر هذا؟ أي صح ولا يا دكتور؟ يعني هو بالنسبة لطبعا أي إقامة سارية المفعول في إمارة دبي يجب أن يكون لديها تأمين. بس أنت قلت جزر القمر. هي نعم. بس جزر القمر بالنسبة لنا لو يسجل كذلك بيانات عندنا في الوضع الحالي في لهم بعض الخصوصية. طيب يا علي شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. هل هذا القرار يشمل أبناء المواطنات، وهل يمكن عمل بطاقة السعادة عن طريق الأم؟ وشكرا. في الوقت الحالي بالنسبة لبرنامج سعادة من المراحل المستقبلية، لكن حاليا أبناء المواطنات يحصلون على الخدمات في هيئة الصحة بدبي، وبالتالي مش محتاجين أن يكون عندهم التأمين في الوقت الحالي. طيب كان في سؤال يقول دكتور نرجو ربط التأمين الصحي بالإقامة وعدم تغريم المخالفين إلا لما تنتهي إقامتهم في ذلك الشهر ولم يحصل تأمين للعمالة أو أفراد الأسرة. يعني هذا كان إحنا بطريقة اختيارية، هذا اللي من خلال السنتين اللي طافن إحنا يعني حاولنا قدر الإمكان أن نطلب من الناس، لكن كان بطريقة اختيارية. فوصلنا الحين لمرحلة الإجبار اللي هو العمل بالغرامة، لكن مع إعلان القانون من بداية 2014 والتفاصيل هاي كلها، هذا اللي كان مؤمل من الناس أن على الأقل مع بداية الإقامة يأخذ التأمين بطريقة اختيارية ومن خلال التوعية. لكن طبعا إذا الحين بدينا بالإقامة معناته في بعض الناس راح يتري سنتين التأمين الصحي، وهذا طبعا يعدي مرحلة المرحلة القانونية لتطبيق القانون. صباح الخير. هل الأشخاص اللي إقاماتهم على زوجاتهم ونسايبهم وحد من أقربائهم يشمل التأمينات والأبناء المواطنات؟ أي إقامة سارية المفعول في إمارة دبي طبعا. دكتور حيدر ذكر مشكورا موقع الهيئة على النت، لكن يتساءل لماذا يقتصر التواصل مع الهيئة عبر قناة واحدة هي موقع على النت، ونسينا أن هناك الكثير من كبار السن الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع النت، فنرجو أن تكون هناك قنوات أخرى لهذه الفئة للتواصل مع الهيئة. وشكرا. أبو عبد الله. أبو عبد الله يسأل بعد لم تردوا على سؤالي حول آلية الغرامة. أبو عبد الله بدل القناة الواحدة أعتقد كم قناة عندنا دكتور للتواصل؟ نعم طبعا مركز الاتصال للهيئة عن طريق 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كل جميع آليات التواصل الاجتماعي طبعا بالنظام الإلكتروني، بالتواصل المباشر من خلال مراكز الهيئة المختلفة، جميع القنوات موجودة. لكن احنا دائما نشجع استخدام القناة الإلكترونية لأن فيها آلية لإدخار وإدراج جميع البيانات. يعني صحيح. بيحط اسم شركة التأمين بالكود مالها، رقم البوليصة، فهاي البيانات كلها تساعدنا في التعامل مع الشكوى بشكل أكثر سرعة وأكثر يعني آلية يعني وضوح. حتى بالنسبة مثلا كبار السن اللي يتصل على مركز الاتصال في الهيئة، مركز الاتصال نفسه يدخل الشكوى إلكترونيا بحيث أن احنا عارفين. صحيح. لأن عندنا تراكينج سيستم، عندنا نظام لمتابعة الشكاوي. هاي الشكوى هاي صار لها يوم ونص ما ردت شركة التأمين، أوراق ناقصة مثلا، معلومات ناقصة، ففي آلية إلكترونية للتعامل. زين ويسأل لم تردوا على سؤالي حول آلية الغرامة. أنا بقول لك لا تشغل بالك بآلية الغرامة، لأن اليوم نحن نتكلم على الجانب الإيجابي الخاص بالتأمينات. آلية الغرامة هذه مسألة الحكومة، هي عارفة كيف تمشي الآلية وبتحصل الآلية. لا تحاتي، هاي فلوس الحكومة عارفة كيف تحصلها. أبو عبد الله. عيسى تفضل. السلام عليكم. يا هلا يا عيسى. بتقولي آلية الغرامة عيسى ولا عندك سؤال التأمين؟ لا هو شوف سؤالين أبغى أسأل الدكتور.
السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله، يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يسلمك. حبيبي بس طول العمر، بس في عندي سؤال بخصوص الغرامة، زين؟ هل هي تتراكم بعد من تاريخ إعطاء المهلة اللي هي من تاريخ شهر 6 لين بداية السنة؟ واضح. لأن احنا سمعنا من الطباء يقولنا إذا في حال أنت ما جددت، ما سويت الأوراق في خلال واحد واحد، راح تتراكم عليك مال 6 شهور السابقة. لا لا، فترة المهلة لا تحتسب في لا تحتسب في الغرامة. من واحد واحد يعني فترة المهلة ما تحتسب في الغرامة. السؤال الثاني. زين، السؤال الثاني يا طويل العمر، أنا عندي الخدامة جوازها انتهى، زين، الإقامة باقت لها تقريبا 4 شهور بالضبط، تقريبا 4 شهور ما أدري 5 شهور، بس إن المشكلة الجواز في السفارة قاعد يسوون التجديد، والإقامة بعد صارت المفعول، بس أنا ما أقدر ليه، ما لأن عطيني مهلة تقريبا 45 يوم ليه ما أستلم الجواز. وكان عطيني موعد في تاريخ 3/11، توقعت ان استلم الجواز في بداية السنة. واضح. يعني هم قالوا لي يا بداية السنة يا قبل السنة بيوم. يعني سؤالك، هل انت صورة الجواز السابق مع صورة الإقامة اهم شيء بالنسبة لنا؟ في صورة الإقامة لو يشوف اللي هي الورقة الوردية هاي اللي مطبوعة في الجواز، في فوق رقم اسمه الرقم الموحد. هذا الرقم اهم رقم بالنسبة لنا في عملية متابعة الأشخاص، فما في مشكلة حتى بالصورة الجديمة وبطاقة الهوية الجديمة، ما في اي مشكلة. شكرا يا عيسى، وننتقل حق ابو مصطفى. ابو مصطفى تفضل. السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي ابو مصطفى. صباح الخير. اختصر لي. صباح النور. مرحبا. صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور ابو مصطفى. سؤالك. سؤالك بارك الله فيك. سؤالي هل تدعى شركات موجوده في المراكز؟ انا لانه حاولت اتصل امس على البرنامج حقكم 800 432، لقيت الموظف الهيئه، قلت له الدكتور حدد مركزين، البرشا والطوار، هل تدعى شركات موجوده في المركزين ولا جزء من الشركات؟ يعني طيب، شكرا لك. اليوم تقريبا 7 من الشركات موجوده في مركز اللي هو مش البرشا، اللي هو المناره اللي تابع لبلديه دبي. كذلك في بعض الشركات عندها مواقع في مراكز التسوق، عندها مواقع في الجمعيات التعاونيه، عندها مراكز بيع منتشره في جميع انحاء اماره دبي، ودائما احنا نشجع على استخدام الاونلاين لانه يوفر عليك وعليهم. جميل. ابو فراس تفضل. يا ابو فراس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، سؤالك حبيبي. الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم. مشكورين. دكتور حيدر، إذا سمحت بس عندي سؤالين. تفضل. الله يسلمك في فضلك يا رب. أنا عندي الأولاد، عندي شهر 6 تنتهي إقامتهم، هل من الحين ولا لازم أنتظر لما ينتهي الإقامة؟ أوكي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، أنا مرتبك بالنسبة للأسعار، أنا ضربت فوق 4000، فبصراحة أعطوني أسعار خيالية، يعني عندي 4 أطفال بيقولوا 9965 درهم، وانتم تقولون 650 درهم التامين. طيب طيب، شكرا لك ابو فراس. تسمع الله يخليك، وشكرا لكم. شكرا جزيلا. نجاوب على ابو فراس. نعم، طبعا السؤال الاول جاوبنا عليه كذا مره، تامين للجميع بغض النظر عن متى انتهاء الاقامه، دام الاقامه صادره. نعم. من بالنسبه لاسعار الباقات، في اسعار باقات افراد الاسره تبدا بالذات عند الشركات التسعه تبدا من 650 درهم، هذا بالنسبه للباقه الاساسيه، لكن حسب المزايا الاضافيه اللي يطلبها الشخص. يعني مثل ما ذكرنا من شويه، في باقات تصل الى 20-40 ألف درهم، فيعتمد انت شو تبغى تغطي. التغطيه الاساسيه انت مطالب فيها حسب القانون، تكلفتها جدا مناسبة، لكن إذا تحب تضيف مزايا إضافية، هاي بينك وبين شركة التأمين، وتكلفة المزايا الإضافية ونسبة الاختطار بالنسبة للمزايا الإضافية. أصحاب المراسيم دكتور في الوقت الحالي ما يتطلب منهم مرحبا الحين، إذا الوحدة عندها 6 و7 عيال كيف بتسوي بعمرها كل سنة؟ مستحيل بتقدر ذوي الدخل المحدود. أم سلطان. نعم، بالنسبة للمواطنين يتم تغطيتهم من خلال برنامج سعادة، وفي عندهم تغطية تأمينية كاملة. يمكن هذا لأن سؤال كذا مرة أو ذكر كذا مرة، طيب المواطنين بعد يشترون تأمين؟ توفر حكومة دبي التأمين الصحي للمواطنين من خلال مجموعة كبيرة من البرامج التأمينية، سواء كانوا موظفين في حكومة دبي من خلال برنامج عناية، وبرنامج عناية يغطي أكثر من 48 مؤسسة ودائرة حكومية في حكومة دبي، يستفيد منه أكثر من 110 ألف شخص من التأمين الصحي في برنامج عناية. وهناك مجموعة أخرى من البرامج التأمينية التابعة لحكومة دبي مثل المظلة وديوا وهي الطرق وغيرها، وبالإضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة كلها عندها برامج خاصة فيها. فعدد كبير جدا من البرامج اللي توفرها الحكومة كصاحب عمل للمواطنين وللموظفين الموجودين في هذه المؤسسات. أما برنامج سعادة فهو يوفر التأمين الصحي للمواطنين اللي ما عندهم تأمين صحي آخر مدفوع
من الحكومة. على طاري أصحاب العمل دكتور، واحد يسأل ليش القانون لم يشمل شرطة دبي؟ شرطة دبي كمقدم كجهة عمل كذلك في عندهم عيادة خاصة، لا لا في في إجراءات حاليا في الموضوع هذا إن شاء الله بيكون في يعني لهم يعني نبشرهم إن في شيء يعني احنا مش جهة لكن بالتأكيد في تعاون معهم بخصوص الموضوع هذا بالضبط. إن شاء الله. طيب دكتور أنا أبغى أتكلم الحين الوقت الباقي من البرنامج، إذا يعني إذا يا جماعة خير اتصالات ما أبغي، إذا في مسجات ممكن تسألون على 4006 بس الحين دكتور أبغي أخلي الموضوع شوية الرسائل التوعوية لكيفية اختيار الشركة المناسبة لك، واحد اثنين شو لازم أنا انتبه له في العقد مال التأمين، هذا اللي أنا أبغي. أنا ما أبغي أعرف شو كيف آلية الغرامة، هذا الشيء أرجع لكم أنتوا، بس أنا أبغي أعرف كيف أنا أختار شركة التأمين الصح اليوم. خلنا نركز على الباقة الأساسية. الباقة الأساسية اليوم جميع الشركات ملزمة قانونا أنها تغطي جميع التغطية المذكورة في القانون، مثل ما ذكرنا الخدمات اللي ذكرناها من شوية. تبدأ الشركات تزيد في بعض الخدمات وتغير أو تضيف في السعر شوية، يعني الباقة تتراوح من 550 إلى 650، بعضها فقط سعر منافس لكن المزايا جيدة، بعضها مثلا لا أنا ضايف عليه، يعني إحدى الشركات مثلا ضافت الكشف المبكر عن جميع الأمراض سواء أمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض السكري، الكشف المبكر موجود ضمن الباقة الأساسية في الشركة هاي، وبالتالي هاي مزية ممتازة جدا يستفيد منها الشخص، وممكن أنه فعلا يستفيد من عملية الكشف المبكر بالنسبة للأمراض. ليش أهمية الكشف المبكر؟ الكشف المبكر اليوم يقين من متاعب مستقبلية ممكن تكون ما يسمى باللي هو مورتاليتي أو موربيديتي، يعني لا سمح الله أنك اليوم مرض السكري لو اكتشفته بدري وأنت في مراحل الأولى مع العلاج مريض السكري يعيش حياته كإنسان طبيعي تماما، لكن مرض السكري إذا ما عملت فحص السكر مرة في السنة وما اكتشفته واكتشفته بعد 10 سنوات من وجود المرض هذا تكتشفه أنت بالمضاعفات، يبدأ النظر يضعف، تبدأ أمراض القلب، تبدأ أمراض الكلى، ففي كثير من الحالات أنت تكتشفه أوردي هو وصل أن الكلى عنده خلاص اختربت ولا أصلا ما يشوف نتيجة السكر. فالاكتشاف المبكر يقي المريض العبء الصحي، الوفاة نتيجة المرض، وكذلك العبء المالي، لأن اليوم لما يدخل الشخص بالمضاعفات أو يدخل لا سمح الله بأزمة قلبية للمستشفى حتى تكلفته عليه وعلى النظام الصحي تختلف كثير. الكشف المبكر من أهم الأدوات اللي فعلا تخلينا نظام صحي عالمي ومتطور، ومع تطور منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي راح تكون كثير من كشوفات المبكرة أساسية وضمن باقة الخدمات الأساسية. احنا بدينا بالتغطية لكن إن شاء الله تعالى من السنة الجاية وطالع بتكون في كثير من الخدمات هاي مشمولة ضمن الباقة الأساسية. جميل كذلك. دكتور أنا أبغي في الأسبوع القادم إذا سمح لك وقتك تكون معانا إن شاء الله، نبغي نستضيف حتى بعض الحالات ونبغي نستضيف شركات التأمين إذا في عندنا حد ممكن يكون موجود معانا. إن شاء الله. إن شاء الله. هل القرار يشمل أبناء المواطنات وهل يمكن عمل بطاقة السعادة عن طريق الأم؟ جاوبنا يمكن السؤال هذا. اي نعم يعني مره نعم ثانيه نعم نعم. طبعا نقطة أخرى، المعلومات أو البيانات اللي يشوفها الشخص لما يقرر أنه يشتري شركة بطاقة التأمين أو باقة التأمينية، المنافع، كلمة المنافع تشمل الخدمات الصحية المغطاة من خلال هاي الباقة. هل أنا مغطى والله لزيارة الطبيب عن طريق مثلا طبيب العائلة، هل ممكن أروح للأخصائي مباشرة؟ طبعا إحنا دائما نشجع الاستخدام طبيب العائلة لأنه هو يعطيك الاستخدام الأمثل للصحة وللخدمات الصحية. اليوم شخص عنده ألم في الركبة ما يعرف هل أنا أروح لأخصائي جراحة عظام الركب ولا أروح لأخصائي الروماتيزم، ما أعرف أنا كشخص عام، لكن طبيب الأسرة 80% من هالحالات هو يقدر يعالجها بنفسه، 20% بيحولها مثلا إلى الأخصائي الصحيح اللي فعلا يخدمه، وهذا نظام عالمي دكتور. وهذا شيء متعارف عليه عالميا، وعندنا إحنا من خلال النظام الإلكتروني للتحويل لما يحول طبيب الأسرة إلى الأخصائي يحوله إلكترونيا ونتابع التحويلات هاي هل هي صحيحة إلى أين تحول، وبعدين الأخصائي يرد يحول الحالة مرة ثانية إلى طبيب الأسرة المعالج مع الخطة العلاجية ليتم استكمالها من خلال طبيب الأسرة. أنت علقت على هذا الموضوع دكتور، أعتقد أن عام 2016 والأعوام القادمة ستكون عواما مزدهرة اقتصاديا لشركات التأمين، ونرجو أن ينعكس هذا على جودة الخدمات العلاجية. أنت تحدثت أن ليش نحن سمينا إدارة التمويل ما سميناها إدارة التأمين الصحي؟ صحيح، لأن الضمان والتمويل مفهوم أعم وأشمل، وإمارة دبي آلية التطبيق عندها فعلا تتعدى التغطية التأمينية البسيطة، تدخل إلى مقومات الجودة، كيف إحنا في كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون يعمل القانون
القانون على زيادة جودة الخدمات الصحية في إمارة دبي ككل. إحنا ننظر إلى شركات التأمين حتى ننظر إلى نسبة الفائدة، نشوف كم والله أرباح شركات التأمين، هل في شركة قاعدة تعمل أرباح غير مقبولة نتيجة توفيرها للتأمين الصحي؟ الهدف اليوم من قانون الضمان الصحي هو توفير الخدمة إلى المستفيد. في عملية توفير الخدمة شركات التأمين أكيد تكون مستفيدة، وكذلك المستشفيات والعيادات بشكل معقول، وهذا يراقب من خلال النظام. أجوبة مختصرة دكتور لأن الوقت بدأ يداهمنا، والمشكلة النظام الاسمس مرة واحدة يطلع لي كل الرسائل. صباح الخير، ليش ما تلزمون شركات التأمين جميع الأوراق ومنافع الوثيقة مع الشروط والأحكام باللغة العربية أبو حامد؟ صحيح، هذا شيء كذلك جاري العمل عليه. يمكن كان برنامج سعادة طول عمر يعني كان التأمين دائما الوثائق هاي باللغة الإنجليزية، كان برنامج سعادة أول برنامج الوثائق الكاملة تكون باللغة العربية، وكذلك جاري التواصل مع الشركات بحيث أن جميع وثائقها تكون متوفرة بالعربي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص أبناء المواطنات اللي الدخل محدود كيف؟ ذكرنا بالنسبة ليش ما تخلون غرامة تأمين الخدم من 10/1/2017 يكون الواحد استلم راتبه وعمل تأمين بعدي؟ مددنا 6 شهور يعني. يعني نعم كان في فترة كافية. صباح الخير عليكم، بالنسبة للعمال الجديدة القادمة من خارج الدولة كم المدة المسموحة لنا لإصدار تأمين لهم وجزاكم الله خير؟ مع إجراءات تثبيت الإقامة في الجواز اللي هي عملية لما بيقدم على بطاقة الهوية بيعمل فحص طبي، في ربط مع الإجراءات هاي، وكذلك في نفس الوقت هو مطالب بالتأمين. السلام عليكم، بخصوص الفئة المساعدة هي خارج الدولة وبتعود بعد شهر، كيف الحل إذا عملت تأمين وما رجعت؟ شو الحل أخوكم محمد حسن؟ المبلغ يتحول الى شخص العمالة القادمة، نعم يكنسل هذا او يسترجع المبلغ اذا هو يعني هو هي مسافره وايديه على قلبه ما يدري اذا بترد ولا لا. طبعا ما له علاقه هذا بالقانون الخدمي يا دكتور. زين ممكن تعيدوا الجواب لو سمحتوا؟ لو ما سمعت الجواب ما ادري عن اي سؤال تتكلم. انا رب اسره ما ادام ولا اني دي دخل، شو أجر هات؟ ما فهمت. نعم، إذا هو طبعا مواطن، لأنه بالتأكيد بالنسبة للمقيم هو مقيم بوجوب عقد عمل، يعني لازم أن يكون عنده وظيفة حسب أنه يروم يكون مقيم في الإمارة. فهمت السؤال ما شاء الله عليك دكتور. لا إيه، بس إذا هو مواطن التأمين متوفر له يعني من جميل خلاله. جميل جدا. إذا دكتور عندي أقل من دقيقة، كلمة أخيرة تبغي توجهها ليه؟ ما أشوفك أسبوع الجاي إن شاء الله تعالى. إحنا طبعا اليوم نحب نذكر الأشخاص بأهمية الحصول على التأمين الصحي، لازم دائما ننتبه للجانب إيجابي، فوائد التأمين بالنسبة للمؤمن عليه، بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للكفيل، بالنسبة للجميع، فوائد كبيرة عامة جمة. نركز على الموضوع هذا وفعلا نبادر بتوفير التأمين للأشخاص اللي احنا مسؤولين عنهم، وما ننظر إلى قضية الغرامة، لأن فعلا الغرامة هو حل أخير لمن لم يتوافق مع القانون ويوافق أموره حسب القانون. جميل دكتور، بتعطينا بس المواعيد هذه اللي للشركات مو بالحين، هاي منحط ان شاء الله في السوشيال ميديا عندنا على دي اتش اي. عموما في مركز المناره اليوم مباشر في المركز الرئيسي لبلديه دبي الاحد الاثنين والثلاث، والاربع والخميس بيكونوا في مركز الطوار، وهاي بتكون مجموعه من شركات التامين اللي توفر الباقات. كل الشكر لك دكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي، وبعديت اسئله وايد لكن ان شاء الله منحولها كذلك ومنحاول نرد عليها تحت الهواء. عموما كل الشكر ل يعني فريق الاعداد كانوا في قسم الإعلام، وأيضا كان اليوم معانا في التنسيق فيصل بن فارس، وكانت معانا شيمة تناك، وفي الإخراج معانا ميثة بن بيات. من زمان عن شيميثة. عموما نلقاكم إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.